ستعتقد أنها أكاذيب لشدة غرابتها، لكنها بالفعل حقيقة. فالعالم يحتوي على الكثير من الأشياء العجيبة التي يصعب تصديقها، وهنا سنرصد لك أغرب 10 أشياء موجودة حول العالم. جزيرة في اليابان مكتظة بالأرانب. نعم تماماً كما سمعتم، استخدمت خلال المواجهة العالمية الثانية كموقع عسكري لاختبار المواد الكيميائية المستخدمة ضد الصين مثل الغازات السامة، وأيضاً لاختبار آثار السم، حيث استخدم الجيش الأرانب لأنه أطلق سراحهم جميعاً نهاية الأزمة. أغرب ثاني شيء هو حافلة تعمل بالكامل بواسطة فضلات الإنسان تضم 40 مقعداً، دخلت الخدمة في جنوب غرب إنجلترا عام 2014. هي مدعومة بالكامل بالميثان الحيوي الذي يتم إنشاؤه من خلال معالجة الفضلات البشرية ومياه الصرف الصحية ونفايات الطعام. والآن لننتقل معا إلى جزر بهاماس، حيث جزيرة تسكنها فقط الخنازير الوحشية، وهو غير معروف كيف وصلت إلى هناك من الأساس. أما في الصين فهناك جوارب ضد التحرش تم تصنيعها، هي مشعرة تعطي منظرا منفرا للساقين حتى تبعد المنحرفين والمتحرشين، ورغم غرابة الفكرة فإنها تجذب المزيد والمزيد من الاهتمام. لماذا لا نغوص أكثر في الغرابة؟ هذه دجاجة قطعت رأسها عام 1945 حينما كان عمرها 5 أشهر، إلا أنها نجحت وأصبح اسمها مايك. فقد أزال الفأس جزءا أكبر من رأسها، لكنه أخطأ في الوريد الوادجي تاركا أذنا واحدة ومعظم أجزاء الدماغ سليما، ما أبقاهن على قيد الحياة لمدة 18 شهرا عن طريق إطعامه بمزيج من الحليب والماء من خلال قطارة. والآن سنذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لنتعرف على ليما مدينة المولودة عام 1933، أصغر أم مؤكدة في التاريخ الطبي، حيث أنجبت في سن 5 سنوات و7 أشهر و21 يوما فقط. حسناً، بدت الفتاة في الحيض عندما بلغت 2 من عمرها، وعلى الرغم من تلقي العديد من المقترحات للتحقيق من قبل العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع، أصدرت الحكومة قراراً بأن ليما وابنها في خطر أخلاقي، حيث تم التخلي عن القضية وما زالت هوية الأب غير معروفة حتى الآن. ومن الغرائب أيضاً الكلاب ذات اللسان الأزرق وباربي البشر، هي أوكرانية اسمها فاليريا لوكانيوفا، حيث أجرت العديد والعديد من العمليات الجراحية التي جعلتها تبدو وكأنها باربي حقيقية تماماً. هناك أيضاً الحيوانات العسرة التي تعتمد على الطرف الأيسر مثل الإنسان، 50% من الشمبانزي أيمن والآخر أعسر. أخيراً أغرب الأشياء في العالم هو أفضل جاسوس في العالم، والذي كان يبلغ طوله 58 سنتيمتر فقط ويدعى ريتشارد بورغ. كان سر نجاحه يكمن هنا في قصر قامته، لذلك تنكر في زي طفل وتمكن في الحقيقة من عبور خطوط العدو من أيدي بعض المتعاونين أثناء الثورة الفرنسية. هل كنتم تعرفون كل هذه الغرائب؟